حاجة، أنا فري، أشرب مياه، أشرب مياه جنبك. تفضلي. نمبر 13 ليه ما تبقاش ايه؟ أطلع لك ال 13 عينيا، عينيا، عينيا. 13، 13، 13. عشان ده إيديان، هو ينفع انترستد تاخد أون؟ لا ليه؟ هي كده هي هو اسمه إيديان كده. فكلمة رينج فروم لازم تتكمل بكلمة. تو. بس عشان ده إيديان. تمام، شكرا مستر. أنا إيه يا حبيبتي؟ تعال نخش على الجديدة بقى، عشان هو يعني دي ما حدش شافها دي. أو ممكن اللي شافها على فكرة يكون قليل قوي يعني. إديني التوبيك يا مستر. حاضر. فلوريداز إيفرجليدز. تطلع يا مستر البتاع الغريب اللي أنت كاتبها لي دي. قال لك تعالى هعرف هديها لك دبل كوم عشان أقول لك إيه هي. هي ذا لارجست ناشونال بارك إن ذا إيسترن يو إس إيه. حلو. أكبر حديقة موجودة في شرق الولايات المتحدة الأمريكية. ما يا عم؟ قال لك is in serious danger. فهمت؟ يبقى يتكلم على بارك كده في أمريكا في خطر كبير أو عليها خطر كبير. حد يقول لي 23 دي انزمها. حد يرد عليا. Addiction. في اتنين عارفهم واتنين مع واتنين حمادة. عارف كلمة expansion؟ حد يعرف يعني expansion؟ يوسع. وعارف كلمة promotion؟ لا معنى ايه promotion دي؟ حاجة في الشغل كده لما بياخد عرض. تاخد ترقية، تترقى في الشغل، يا اما المحل عامل promotion اشتري اتنين وخد اتنين. special offer كده، عروض يعني. الاثنين التانيين يا مستر ما اعرفش، مش عارف يعني. طيب نجرب دول الاول، عرفناهم ما عرفناهمش بقى السنس بتاعك يعني. نقرا ماشي. انا عندي مشكله خطيره جدا اللي هي بتاعه البارك دي. One of the most significant area of the wetland in the world, comma, and classified as UNESCO as the World Heritage Site. موقع مهم جدا. The park has suffered dramatically, عانت جامد جدا over the last 60 years because of the not of agricultural land and the vast increase of Florida population. انا عايز بقى كلمه في نصها. هي عانت بسبب ان الاراضي الزراعيه والسكان بدا يزيدوا جدا في فلوريدا. طيب ما هو ده زياده الناس دي بدات تزيد، فانت عايز هنا بحاجه كلمه بمعنى expand. لكلمة expansion زبطت معايا المرة دي. ما جاتش اود المرة دي، جات عادية خالص اللي هو expansion. يبقى انت خلاص، انا عارف بقى همشي بالستايل ده في الامتحان ان شاء الله. الفوكاب عشان رخم، ديكشن عشان رخم، فببتدي اشوف الكلمات اللي اعرفها ممكن تيجي وممكن ما تجيش. حد عارف اف كام رقم 24 ولا ما ذكرتوهاش؟ اف 2 عم تغلط. طب معلش سؤال لكم، هي قواعد اف بتيجي في الاي اس تي ولا ما بيجيش؟ تيجي. وبرضو عايز اقول لكم على حاجة، الراجل جاب 0 1 و 2 بس، ولا مرة جاب 3. وكل مرة اقول احتمال يجيب 3 وما يجيبهاش، لما ما بقتش اشوف الامتحانات بقى. فخلي بالكم ان قواعد اف مهمة. طيب مين مذاكر يقول لي هي دي اف كام؟ 2. اف 2 عرفت منين يا ملك ان هي اف 2؟ انكود. حلوة. طب قولوا لي نختار ايزنت اللي هي رقم دي تنفع؟ لا خلاص، يبقى دي كده هنعملها إليمينيت. طب حد يقول لي كلمة growth singular ولا plural؟ singular. ما حدش growth. النمو كلمة the growth دي singular ولا plural؟ singular. singular. تاخد where؟ لا. يبقى أنا كده عملت إليمينيت الاثنين. لو سمحت، لو مش هتعمل كده في الامتحان يوم الجمعة يبقى انت هيفوتك كتير او process of elimination. طب فضلك اتنين، didn't stopped و didn't stop. ايه رأيكم؟
في حاجه في الانجليزي اسمها didn't stopped؟ لا لا، هو didn't ينفع يجي بعدها past participle؟ لا لا، الverb يجي infinitive. ايه بيجي infinitive؟ شكرا يا مستر. هرجع واقول اللي جاب الجمله دي اللي هو ملك، اللي قالت لي ان دي اف 2، فبدات اشتغل في الباست، بدات اعمل بروسيس اوف اليمينيشن لحد ما طلعت الجمله كويس. نعم، مش عايزه احبط حضرتك، بس انا عملتها بي. عملتيها بي ماشي، يعني انت ما شفتيش ستوب دي صح؟ اه، هو مش احباط يا حبيبتي، انا قلت ان انت عرفت الرول خلاص، مش معنى انك عارفه الرول هتطلعي صح، بس عرفت الرول بنسبه 90% هتجيبيها صح خلاص. اكيوريت دي بس هو لو كان في واس كانت هتبقى صح. كانت هيبقى في خناقه. اه تبقى بقى ليه بقى؟ عشان انت عايز تعرف هو الزياده دي ما وقفتش حد ولا ما توقفتش. اصل فيرب ستوب دي فيه مشكله على فكره، ان النمو didn't stop ما توقفش، والجروس was not stopped لم يتوقف، يعني ممكن تيجي اكتف ممكن تيجي باسف، فعشان كده هو الراجل ما حبش يخش، لان لو حط was not stopped كانت هتطلع صح. ايوه على فكره لو كانت was not stopped مش سامع، ممكن يجيب لي اثنين مع بعض ولا لازم هيجيب لي واحده اكيد بس. لا طبعا، لا لو جاب اثنين مع بعض هيبقى صح، لا مش هينفع يجيب الاثنين مع بعض. وايه الفرق في 25 ما بين الاربع اختيارات؟ عندك 2 A و 2 E. Adjectives و 2 Adverbs. ادي 2 في كده صباح الخير، في 2 هيطيروا. لان الراجل هنا جاي 2 Adverb ال Y و 2 Adjective. طب معلش عشان في ناس بس مش واخده بالها. هو ال Adjectives بتموديفاي مين؟ No. طب حد يقول لي damage دي noun؟ لا. لا. يبقى كده دول كده باي باي جو باي مع السلامة. فاضل لك اتنين بقى ديكشن، بس على فكرة سهلة لأن هي أصلها كلمة ريبير، بس هي مشكلة في الامتحان بيبقى مع السرعة ما بتاخدوش بالكم الموضوع ده. انتوا عارفين ان الـ IR بتدي نيجاتيف ولا لأ؟ يعني regular عكسها irregular. صح كده ولا لأ؟ ال IR زي ال IM زي ال IN زي ال IL دول كلهم بيدوا نيجاتيف، فكلمة repair يصلح، يبقى العكس بتاعها irreparably. يعني can't be repaired، ما تتصلحش. فهنا بيقولك ان لو انت بقى ما وقفتش الكلام ده كده الايكو سيستم اللي هو النظام الكوني ده ممكن ان هو يتدمر بطريقة ما تتصلحش، يعني can't be repaired اللي رقم B. اغلط ما بين A و B لكن هتختار بين C و D، فانت ما انتش فاهم الفرق ما بين الادجكتيف وما بين الادفيرب. اتفضل يا حبيبي، كان في حد عايز يسالني سؤال قبل ما اكمل؟ انا مستر 25 هي مش B، هي المفروض ايه عشان ما فيش الكلمه دي في الانجليش اصلا؟ ايه اللي مش في الانجليش؟ نمبر B يا حبيبي. لا ازاي اير ريبيرابل دي في الانجليش؟ لا مش موجودة، دورت عليها في الديكشن مش موجود. ما هي عشان مش هيجيبها، عشان هي جايب الاوبوزيت بتاع كلمة repair، فمش لازم هتلاقي في القاموس، لكن هتلاقي كلمة repairably دي اللي هتلاقيها، فاهم؟ يعني انت هتلاقي كلمة repairably دي، فلما تيجي تعمل لها اوبوزيت فهتحط لها IR عادي. يعني مش هتلاقي كلمة irresponsibly، مش هتلاقيها دي، لكن هتلاقي كلمة responsibly. مستر انا جيت ترجمت irreparable دي اللي هو ايه ده not change كده في الديكشن عادي. ما دي الاولانيه موجوده، مع الاولانيه ديت اللي هو ما ينفعش ان انت كانت بي ريبيرد معنويا، يعني الاولانيه مع الفرقه خد بالك الاثنين صح، لكن الاولانيه دي ان انت حاجه ما ينفعش ان انت تعملها اصلاح معنوي، اللي هو الولد يعني بابا توفى وسقط في الامتحانات فمكسور خالص، فمش عارف ان انت تصلح له معنوياته اللي جوه. ما هو ده الفرق بين الكلمتين اصلا. فالكلمه الاولانيه كانت بي ريبيرد بس هي بتبقى ايموشنالي، لكن الثانيه كانت بي ريبيرد اللي هو حاجات ماديه، فالاراضي مش هينفع ان هي تتصلح مره ثانيه، هيحصل دامج في الايكو سيستم مش هينفع ان انت تعمل له ريبيرنج. فهمتها يا مارك عامله ازاي دي؟ فهمتها. وعامة مش هتشوفوها تاني. قول يا حبيبي. في 24 حضرتك عامل
عامل الإجابة في لا الفورم. لا لا لا، صلحتها يا مارك على فكرة لما بصيت عليها. مظبوطة؟ لا مظبوطة مش غلط. قول يا اولاد الفورم مظبوط في 25 ولا لا؟ رقم ايه؟ 24 حضرتك ولا قصدك على 25؟ على الفورم بتاع 25 ايه مظبوطة كده في الفورم؟ انا قصدي على 24. انت بتتكلم على 24؟ اه انا بقول 24 في الفورم معمولة ايه، صح ولا غلط؟ ايوه مظبوط يا مستر. اه مظبوط مظبوط مظبوط، ماشي يا مستر. اه حد خد باله ان الفرق بين الاربع اختيارات مره جاب 3 دولارز وواحده دولار؟ لا انا ما خدتش بالي يا مستر، خليك اونست معايا. ما هو علشان هو الراجل عايز يعرف هنا انت عايز دولار ولا دولارز، ولا دولارز نحط لها ابوستروفي بعدها، يعني هي الحته دي هو عايز الحته دي، غير كده كوبي بيست. طيب ممكن ورقه وقلم عشان غالبا الحته دي محدش يعرفها. هو انا لو عندي مشوار كده هياخد سواقه 3 ساعات، حد يعرف يعمل ترانزليشن سواقه 3 ساعات اقولها ازاي؟ اقول ان it driving 3 hours. takes driving 3 hours. لا انا عايز اعملها بالطريقه الثانيه. it takes a 3 hour drive hours، مش 3 3 يبقى جنبها hours. ولو سمعتم hours دي noun ولا مش noun؟ noun noun، وكلمة drive ده noun، يبقى كده تقبل الـ possessiveness، فنحط هنا في الآخر apostrophe. فده الشكل الأول، إن أنت بتتعامل إن noun وnoun وبالتالي بتعمله possessiveness. ترجمت الجملة ان هي بتاخد سواقة، دي سواقة دي ناونة، هنا انا دي درايفر، سواقة لمدة 3 ساعات. قال لك في شكل تاني، ان انت بتجيب كلمة 3 وكلمة hour وتحط في النص داش بينهم، فبتحولها من ناون الى adjective. اللي ما عندوش المعلومة دي يكتبها فيها حاجة، اي كلمتين حطينا ما بينهم داش بتبقى adjective. تاني تاني، اي تو ووردز حطيت ما بينهم داش تبقى ادجكتيف. وبالتالي لو انت عايز تعيد نفس الجمله تاني هتقوم قايل ان ات تيكس ا حطيت بينهم ايه 3 داش، حاضر 3 داش اور درايف. طب ثانيه واحده، ليه ما حطيتش هنا في الاخر اس؟ قال لك يا عم الادجكتيفز ينفع نحط في الاخر اس نجمعهم، يعني كلمه قصير شورت ينفع نحط له اس، طول ينفع نحط له اس؟ قال لك لا الادجكتيفز ما بتتجمعش. وبالتالي لما تحول من noun الى adjective، طب انا حولتها ازاي من noun لادجكتيف؟ حطيت في النص هنا ما بين الكلمتين داش، طالما adjective يبقى ما تتجمعش. انا متاكد ان ثلاث ارباعكم مش عارف المعلومه دي. يبقى كلمه 5 minutes walk ممكن تتقال بطريقتين. حد يعرف ولادي ترجم لي ماشي 5 دقايق، حد يعرف ترجمها لي بطريقتين؟ A 5 minute walk. لا 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 براحة، أنا هكتبها تحت هنا، قولي كده تاني. أيه؟ A 5 minute walk. الأول هتتعاملي معاها noun ولا adjective؟ اتعاملي معاها noun الأول، تطلع A 5 minutes walk. تطلع كده. طب عايز اعمل دي ادجكتيف تطلع عامله ازاي؟ اقول ايه؟ A 5 داش مينيت ووك، احط في الاخر حاجه بعد كلمه مينيت؟ لا. ايه الفرق بين اللي فوق واللي تحت؟ دي انت بتتعامل معاها ان هي يا حبيبي ناون فجمعتها 5 مينيتس، لكن اللي تحت دي يا مستر لا، ده دي كده انت حاطط داش ما بين الكلمتين اصبحت ادجكتيف. وبناء عليه يا ريت تاخد سكرين شوت على بتاع دي كده. هي طبعا ما جاتش في الايستي غير هنا بس، ما جاتش تاني خالص بعد دي خالص. هو حاطط داش ما بين بليون ودولار في كل الامثال ولا لا؟ ايوه يا مستر. ايوه يا مستر. يبقى قولوا لي انت عايزه تحط لها اس او اس ابوستروفي؟ لا لا يبقى هتطلع رقم جديده جديده. خلاص ماشي اوكي. في ما ناس ممكن تعرفها وناس ممكن ما تعرفهاش، خلاص. المهم ان انت تكون عارفها in case ان هي جات لك في الامتحان. افتكر لما بيبقى في داش ما بين الكلمتين دي adjective، والادج الادجكتيف ما نعملوش in plural. تمام.
كمان. اها 27 ديكشن دخن انا واحد فين 27 اي فوق. بيقول لك في الريسنت ديكيد لو سمحت عشان الناس اللي بتوع الجراف حد يقول لي ما معنى كلمه ديكيد؟ A period of 10 years. هو عقد في الريسنت ديكيد في الفتره الاخيره ال wildlife has been, عايز اقول ان الحياه البريه قلت ما بقاش فيها كتير خلاص, كل الناس بدات تاخد البري فكل اللي بدات تقل, فانت عايز حاجه بمعنى declined اللي هي كلمة decimated. خلاص ما أنا مش هقعد أوجع دماغي مستر في fiction. أها حد يقول لي هو الراجل هنا بيقول it is estimated دي past ولا present الجملة دي؟ past. past. ليه هي it estimated ولا it is estimated that؟ it is estimated. أها يعني it is said that دي past ولا present؟ present. The present. It is said that. It is believed that. Present. وبالتالي هنشطب كلمة had وهنشطب كلمة fill. يعني الراجل عايز يقيس ايه؟ انت عايزة has ولا have؟ يعني هنا singular or plural. حد شاطر يقول لي فين السبجكت؟ water bird population. ايوه population. مال قولوا لي اوف تران 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 ده ايه ده؟ prepositional sentence. prepositional non essential شلت الكلام ده كله. قولوا لي population دي singular ولا plural؟ singular. يبقى هتاخد كلمته has fallen. شكرا مستر. مش هو قال last 40 years ليه مش تقدرش last؟ قال ايه يا حبيبي؟ last 40 years اللي هي في الحته الاخيره بيقول لك in the last 40 years ده بالك. انا عايز ان الراجل بيتكلم هنا على ان ده متوقع دلوقتي النسبه دي بتقل عن الفتره اللي قبل كده, هتقل عن الفتره بتاعت الاربع سنين, فبيتكلم على comparison ما بين دلوقتي والقبل كده. انه متوقع ان الووتر بيردس بوبوليشن ديت has fallen by 93 in the last 40 في اخر 40 سنه, يعني على مدار ال 40 سنه اللي فاتت. فهو دلوقتي بيتكلم دلوقتي بيكمبير ما بين دلوقتي وما بين شويه. والمشكله ان انت لو لقيت كلمه last دي لوحدها, لو اقول لك مثلا ايه last year اوكي فخلاص هنعمل بيتكلم على حدث حصل في الماضي, لكن ده بيقول لك متوقع ان البيرد البوبوليشن دي قلت في ال 40 ال 40 سنه اللي فاتوا دول. وبرده عشان تبقى فاهم دي مش last, دي اسمها in the last, ودي مش بتدي past, دي على مدار ال 40 سنه فدي مش هتدي باست. والراجل داخل لك الجمله بحاجه هيميزها لك, هو اللي هو it is estimated, يعني انت بتتكلم على present مش بتتكلم على past, متوقع دلوقتي. يعني مستر مهمه عندي is مش estimated, عشان estimated اصلا معناه past. يعني هو لا estimated the past participle. قولي لي it is said that دي past؟ لا. طب ما هو سيدة عشان is بس, عشان ده passive بيقال. it is believed that the past ولا present؟ present. طب ما في believe ده, لا يا مستر ده past participle اصلا, هو ال verb عندي اللي هو is بس معمول في passive form. فهنا it is estimated برضو هنا يعني عامل estimation مش ال verb ده past participle. تمام شكرا يا مستر. تريكي فيها تريكس يعني. معلش حد يقول لي في 29 في الباست صح؟ هو عايز هنا accurate interpretation of the data in the chart. خلي بالكم الموضوع ده يعني ما تجيبليش عن واحد بس, ده هو عايز interpretation لل data in the chart. طيب عايز اعرف هو بيتكلم على ايه؟ بيتكلم on the decline, ازاي بيقلوا؟ هنا كانت كده بقت كده, كانت كده بقت كده, كانت كده بقت كده. طب مين يقول لي اكتر حاجه حصل لها declination ايه؟ راكون. اكتر حاجه حصل لها declination ليه ايه؟ راكون. راكون دي النسبه قلت قوي مستر, ده كانت هنا بقت هنا, يبقى الهايست دروب راكونز. مين اللي جاي بعد الراكونز؟
شوفوا كده وصل. ولاد، اللي هو اللي تحتيها دي صح، كانت هنا بقت هنا، يبقى النسبة قلت، يبقى دي كده رقم اتنين. طب مين اللي بعدها؟ أول واحد، أول واحدة ده، أول واحد. صح كده؟ المفروض اللي بعدها هتبقى دي، صح كده؟ وبعدين دي، يعني اللي هم الباقيين دول كلهم. فالراجل قال لك الـ highest drop was that of رقم اللي هي دي، followed by اللي هي دي اللي انتوا قلتوها دي، وبعد كده white tailed deer اللي انتوا اخترتوها اللي هي فوق خالص كده، and bob cats. فلقيت bob cats فعلا قليل، هي مش بنفس الدرجه لكن هي اقل. طب اشمعنى دي؟ قال لك ما هي جايبه معلومات كتيره جدا من على الجراف. طب ما اول واحده صح، اللي هي كان بيقول لك الريسيرشر فاوند ا ستيجنج ديكلاين ان انيمال سايتنج ويز ا فايف اوبسيوم سبوتد اس كومبيرد. بتتكلم على الاوبسيوم بس ومقارنتهم بالوايت دير على اثنين، لكن دول كان بيتكلم على اربع حاجات. فدي بتعمل انتربريتيشن للديتا ان ذا تشارت، معظم التشارت جابت في الجمله دي. طيب مستر ممكن question؟ قولي يا حبيبتي. يعني عشان انا اخترت ايه؟ لو قال لي مثلا interpretation of the data in short لازم اجيب عن كل حاجه. لا، عشان السؤال اصلا بيقول لك انا عايز تعملي انتربريتيشن للديتا ان ذا تشارت، مش تجيب لي جزء منها. طيب الموضوع ده يعني تجيبي اكبر مساحه ممكنه تفصل لي التشارت ده عامل ازاي. تمام، شكرا يا مستر. ما تجيبليش حاجه واحده بس. تمام. اتفضلوا قولوا لي ايه الاختلافات في رقم 30 ما بين كل جمله والتانيه؟ السيمي كولون والداش والكوما ومفيش. لا عشان انا عاملهم باللون اللون دوت فانت شفتوهم، لكن هل وانت بتحلي شفتيهم ولا لا؟ هي دي المشكله. الراجل جايب هنا قبل كلمه ذا لارج ليك كوما في المثال الاولاني، في المثال الثاني قبل ذا لارج ليك مش حاطط حاجه، ذا لارج ليك حاطط سيمي كولون، ذا لارج ليك حاطط داش. هو عايز واحده من الاربعه. حد يلغيني، هنبدا بمين في الاربعه؟ سيمي كولون. سيمي كولون على طول ابدا بيها، عشان السيمي كولون هيجي قبلها ايه وبعدها ايه؟ اندبندنت واندبندنت. اندبندنت واندبندنت، سنتنس وسنتنس. تعال نشوف حد يقول هنبدا منين إيه، عشان انا مش شايف كويس. بيفور. ايوه الله يكرمك، الحال ربنا يخليك يا رب، دي بدايه الجمله. طيب حد يقول لي بيفور مودرن اجريكلتشر and the drainage schemes began to change the hydrology of the whole of southern Florida. لحد كده دي fragment وحاطط بعدها كوما. بعد water that fell on the central to flow regularly. سؤال لو سمعتم، هو لحد البحيرة ديت sentence ولا fragment؟ Sentence. بس هي complex one. Complex. لو جايب before fragment comma sentence هحط السيمي كولون لو اللي بعدها جابت sentence. يلا يا جميل تعال نشوف اللي بعدها، اعملها لكم باخضر كده. The large lake at the northern end of the Everglades region. مالها يا عم؟ مالها يا سيدي؟ مالها؟ قولوا لي دي sentence؟ لا مفيش verb. مفيش verb. يبقى دي sentence ولا fragment؟ fragment. fragment. حد يقول لي sentence و fragment هنحط سيمي كولون؟ لا مش هينفع. مالها نحط يا جميلة؟ كوما. no change. شكرا يا شكرا ميرسي ميرسي ميرسي. علما انا رحت للسيمي كولون الاول، انا رحت للسيمي كولون الاول علشان هي اللي دايما بنبص عليها ان هي بتسيبريت بتوين تو sentences. لا ده الراجل جاب لك sentence وجاب لك عشان يعرف لك ايه بحيره اللي هي اوكيما دي، فراح جايب لك جنبها ابوزيتيف، هي ذا لارج ليك ات ذا نورثرن اند اوف ذا ايفرجرين. يبقى هنا سنتنس وفراجمنت نحط هنا في النص طبعا. والسلام عليكم. حد اختار سيمي كولون في الجمله اللي فاتت دي؟ لسه ما شفتش. عندي سؤال. جو اهيد. هو الجمله اللي هي اللي احنا يعني احنا قلنا ان هي اللي قبلها دي جمله، فالجمله دي الفيرب بتاعها يوز تو فلو صح؟ used to flow. used to flow ده الverb. مين اللي بتتكلم؟ حبيب. حبيبة؟ قولي لي حبيبة. حبيبة used to play in the garden. ايه رأيك؟ sentence دي ولا مش sentence؟
Sentence. Fill verb. Used to play. Used to play. يلا مستر خش على التنس. إذا في واحدة لا في واحدة عدت فيها 31 تحت كانت تحت 31 تحت لسه تحت. حد خد باله ان كوما اند في الجملة لو خدتوش بالكم؟ تمشي معاكم سيمي كولون اند دي؟ لا ما عنديش كومبلكس ليست اصلا. طب طالما كوما اند يبقى هنعمل ما بينهم ايه؟ باراليزم. مين اللي عامله باراليل ما بينهم؟ سي. طيب تعال نشوف بي كده. بي ولا C. ولا دي ولا ها؟ سي يا مستر سي سي. اصل انا سمعت بي ما اعرفش انا ودني وجعني ولا ايه بقى؟ لا سي. طب بي ينفع تو كنترول مع تو بروفايد مع درينينج؟ لا مش هينفع. تو كنترول ها؟ تو بروفايد تو درين. شكرا. بارلس. يبقى على فكره انت بتخش الامتحان لازم يبقى في واحده من دي لازم. اصل بصوا كل الامتحانات بيجيبها فمش هينفع ان انتوا مش هيجيلكم يعني. اه يا مستر هات لي 32. ده تنس جميله دي. انا ما عنديش اصلا لا از ولا ار اتمبتنج دي اصلا الزمن ده مش بناخده اصلا. يبقى انت عايز دي اتمبتس يا ما اتمبتد. خش من الكونتكست. ات كولز يبقى التكست ده ماشي باست ولا بريزنت؟ بريزنت. بريزنت يبقى اتمبتس. اتمبتس. شكرا السلام عليكم. تعال نشوف 33. ايه اللي بيتكلم على الريزون دي بيهايد ذا بروجرام من ايه؟ كان لسه بيتكلم على الميه، مشكله الميه وان هي بتنزل ميه وان الميه دي هيبقى عندهم شورتج اوف ووتر وكده، فلازم نجيب جمله ريليفنت للووتر. بيكوز اوف ذا لوس اوف ووتر. ليه نمبر ايه؟ بيقول لك هيعمل بريزرفيشن اوف ووتر ريسورسز يبقى بيكوز اوف ذا لوس اوف ووتر. حلو. طب هو انا غلطت فين وليه عشان ايه وهل هغلط تاني في نفس الجمل دي ولا لا؟ طب ما ده 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 دي الاسطمبه العاديه بتاعت ليستي. هو ده 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 اللي انت هتخش هتلاقي واحد شبهه فخلاص. فانا عرفت ان الافكار بتتكرر على نفس الجمل فانتوا لازم تبقوا برضو مركزين جدا ان الجمل دي هتجيلكوا زيها فلازم تحلوا. بس ممكن سؤال؟ اتفضلي جميل. هو احنا هنا في يعني في الرساله دي انا قلت ان احنا مش هنختار النو تشينج لان هو قال ذات فلو تو ذا اتلانتيك اوشن. احنا قلت مش ريليفنت غير مثلا الجلايدز اللي هو جه من الاول لما جانا. ايوه يا مستر. طب طلعي المين ايديا كده بقول لك ايه ان البرنامج ده بيحاول ان هو reverses the recent course of the event and undo some of the damage. بيحاول يعني يعالج الامور ويشيل التلفيات. فبدا يعمل ايه؟ it calls for restoration protection and preservation of water resources. فالراجل عايز يعمل حمايه وعايز يعمل يحافظ وعايز يحافظ على مصادر الميه. ليه بقى؟ because of the loose water that flows بقاش في ميه بتيجي من الاتلانتيك اوشن. اللوس اوف ووتر سوري الميه اللي بتفقد في المحيط الاطلنطي. يعني الميه دي بيفقدوها في المحيط الاطلنطي فعايزين يستغلوها يعني فعايزين يوفروا الميه دي ويحطوها في الجنين. وبعد كده كملي the recapture water will be used for restoration reviving ecosystem. فالموضوع كله بيتكلم على ازاي ان احنا نوفر الميه بدل ما تروح الى الاطلنطيك اوشن نستخدمها في البارك دي. فمش تنفع سي يا مستر. تعال نشوف كده. Because of the two biggest threats التهديدين الكبار بتوع الايكو سيستمز are water quality and water quantity. لا انا عندي مشكلة water quantity. لكن هل الراجل اتكلم على الكواليتي بتاعت المية ان المية بتيجي فيها سماد او مية مش نظيفة؟ لا ده المياه بتترمى في الاتلانتيك اوشن. نصها صح ونصها غلط. دي غلط. تمام شكرا يا مستر. عفوا يا مستر. اوكي تعال نشوف بقى الجديده خالص دي انت ما شفتهاش خالص قبل كده. حد عنده استفسار في اللي قبليها سمعتهم؟ لو سمحتي لو انت من الطلبه لان النهارده سالت الطلبه قالوا لي مش عارفين يعني ايه كلمه فوتوسينثيسيس.
فانت في كارثه. حد يقول لي يعني ايه فوتو سينثيسيس؟ عمليه ايه دي؟ اسمه ايه؟ البناء الضوئي. البناء الضوئي. انت مين اللي بيعمل اصلا الفوتو سينثيسيس دي، الانسان ولا النبات؟ نبات. بي تيك ان كربون دايوكسيد اند ريليز اوكسجين، هو دي الفوتو سينثيسيس. فلو سمعتوا عشان بس الجد بتاعت الساينس بيجيب كتير قوي على موضوع الفوتو سينثيسيس دي. فبيوريك بقى الفوتو سينثيسيس في الضلمه بتعمل ازاي، ايه اللي بيحصل بالظبط يعني. يعني دي حاجه كده شكلها تجربه معمليه كده. Although it has been known for ايوه خش على الجمل بقى، بنخش في الامتحان بنفتكر ان احنا حلناها صح وبتطلع حلناها غلط. مين يفكرني اللي سمعته الابوستروفي اس والاس ابوستروفي must be followed by noun. عندك nouns هنا؟ لا هنختار لا. ايه هنختار دي. ايه دي 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 معروف فون سيرنشرز ذات بلانتس ابزورب كربون دايوكسيد. بقى لنا سنين عارفين ان النباتات بتابزورب كربون دايوكسيد، وبفهمك طبعا عشان انتم شايفين ايه CO2 against that animal exhale. It was not until the 1940s that scientists understood how plants use this gas during photosynthesis. هوريك بقى ازاي النباتات بتستخدم الغاز ده اثناء الفوتوسينثيسيس. The process by which plants convert light energy into chemical energy. حتى الراجل بيفهمك لو انت مش عارف يعني كلمه فوتوسينثيسيس. ممكن اتقل عليكم في طلب كده لو سمحتم؟ طيب يا مستر. اتفضل يا مستر. شايفين it wasn't until مسح لكم بس عشان اعملها لكم بلون تاني، معلش انا هتقل عليكم بس هتكتبوها. شايفين كلمة it wasn't until البير التاني بتاعها اسمه ذات. شايفين انا اكتبها فوق دي؟ ممكن لو سمحت تكتبوا لي البير ده لو سمحتم؟ It was only when it wasn't until البير التاني بتاعهم اسمه ذات. It was only when I came to the cinema that I found my friend inside the cinema. It wasn't until I met Samira that I told her the truth. Word pairs رخمة مش common. فنكتبهم يمكن راجل يجيبهم ولا حاجة. الword pair هنا it wasn't until that. It was only when that. يا ريت تكونوا كتبتوهم ويا رب ما يجوا في الامتحان عشان هتنسوهم. تعالى بقى في 35. هو انت جايب لي مالفن بعدها كيمستس ولا كيمستس بعدها مالفن؟ كيمستس بعد كده مالفن. هنحط اي كومات ولا اي حاجه خالص هنا؟ لا لا لا، ادي الجوب وادي الشخص، ادي اللي هي عكس اللي احنا خدناه في الاول. يبقى لما تقول الكيمياء اللي هو اسمه مالفن واندرون دول هما اتنين مش واحد، الكيمستس مالفن اند اندروبان، يبقى هنا ما تحطش اي فاصل ما بين الجوب وما بين النيم. اتمنى ان دي تيجي في الامتحان وتحلوها صح، دي كده عكس الاولانيه. 36 فيها مشكلتين. المشكله الاولانيه هو انت بتتكلم على ايه؟ هل انت بتتكلم على بلانتس ولا بتتكلم على CO2؟ عشان اعرف اكمل بإت ولا اكمل بزي. ممكن have a brief look كده وتقولوا لي انت بتتكلم على مين؟ plant CO2. CO2 هو plants would absorb and metabolize. metabolize يعني change يعني. plants هتعمل امتصاص كده وتغير 14 CO2 وتغير اللي هو ال CO2 14 ده as if، على فكرة as though يعني as if نقط CO2، يعني هتحول CO2 14 وكأنه CO2 بس. يبقى انت هنا بتتكلم على البلانتس ولا CO2 14 دي؟ CO2 14
يبقى دي مش هتبقى ازاي يعني. هتبقى it. ادي المشكلة الاولى وحلتها. ممكن تاني المشكلة التانية بقى. نعم. تاني. هو بيفهمك هنا النباتات بتعمل ايه. فيقولك ان النباتات بتمتص وبتغير حاجة اسمها 14 CO2. دي مش CO2 بس، ركزوا عشان لو انت قريتها CO2 بس هيبقى انت كده تفهمها غلط. بيغيروا حاجة كده اسمها 14 CO2 وكأنها regular CO2 بس. يعني CO2 14 دي وكأنها CO2. أكن إيه؟ أكن ده CO2 14. فأنت عايز تعود على CO2 14. فعشان كده هنعود عليها بكلمة it مش كلمة زي. أوكي. طيب خش بقى الأصعب منها. هتقول it is ولا it were؟ إيه رأيكم؟ it were. it where. لأن as معناها as if وكأنها، يعني دي قاعدة if. وهتلاقي اليمة التانية إيه؟ would track. يبقى هنا مش هتبقى it is، هتبقى it where. مستر هي it أصلا بتاخد where؟ آه في قاعدة if. حد يفكرني لو أنا مكانك بقولها إزاي؟ if I were you. If I were. لو هو عصفورة حد يفترجم لو هو عصفورة أقولها إزاي؟ If he were. ولو هي طيارة حد يفترجم يعني لو هي طيارة؟ If she were. نعم برغم إن she بتاخد was وهي بتاخد was وإيد بتاخد was، لكن في if two عشان هي impossible case فبتبقى كلمة were. رخمة قوي جملة 36 لأن فيها حاجتين رخمين. إن أنا الأول افتكرت بتكلم عن نباتات فحطيت مكانها كلمة زي، ده الأول. طلعت أنا بتكلم على حاجة اسمها CO2 14 فحط مكانها it. طب مستر أنا هحط التنس إيه هنا؟ although يعني أذف، يعني أنت هنا بتتكلم وكأنها، يعني بتدي هنا supposition، يبقى دي كأنها قاعدة if فتاخد كلمة صعبة. 37 سهلة. الراجل عايز يعمل introduce للparagraph. ماشي. يعني عايز يعمل introduction للparagraph. طلع يا مستر التوبيك والمين ايدي. ده بدأ بديتيلز. يقول لك ايه. One sample في عينة من العينتين. من عينة. Was stored in the dark for 8 hours. The air in the sample contained had CO2. جابوا sample. حطوها في الدارك. لقوا ان الهواء في CO2. كمل. The other sample was exposed. العينة التانية عرضوها للايت for one hour. This sample was considered مع طالب هنا طلب. يعني الراجل بيعمل تجربة على two samples. فين بقى هنا الانترودكشن اللي هيقدم لك ال two samples؟ دي. إن كالفن and بنسون began with two samples of living algae. عارفين دي اللي هو الطحالب. فبدأ ياخدوا عينتين يشتغلوا عليك. فعينة منهم حطوها في الضلمة. فلقوا ان الهواء الـ air هو CO2. طيب حد يقول لي. الاذر سامبل حطوها في اللايت. كمل. عايز حاجة هنا complete the sentence with the information parallel to the prophet. تفتكروا الاولى لقوا فيها CO2. يبقى كده التانية هيلاقوا ولا مش هيلاقوا فيها CO2؟ مش هيلاقوا. يبقى the air in the samples container had no CO2. بس هو ازاي يعني عايز parallel ونعمل العكس؟ لا عايز parallel ليه يا حبيبي؟ to that provided in the previous sentence. يعني parallel في الجملة. فانت الاولانية لقى فيها ايه والتانية لقى فيها ايه؟ اطلع فوق هاتلي parallel فوق. بيقولك ايه هنا؟ The air in the sample container had CO2. عايز واحدة برل مع دي. انزل على الجملة احنا قلناها. اقرا. The air in the sample the container had no CO2. بدل CO2 قال لك no CO2. ايه رايك؟ دي برل مع الجملة اللي قبلها ولا شبهها ولا لا؟ طب بس هي عكسها. طب لو دي مش شبهها هات لي واحدة شبه اللي قبلها. يعني جملة أنا هطلع بس أخلي لكم في النص كده. هنا the air صح كده ولا مش صح؟ وهنا in the samples container وهنا head. تعال
the air in the samples the containers head. ايه رايك ده بارلل ولا مش بارلل؟ ماشي بارلل. بس المعنى بقى ايه؟ ان العينه الاولانيه كان فيها CO2 الثانيه ما فيهاش CO2. يبقى هو مالكش بارلل. اقرا كويس يا ولد. قال لك ايه هنا؟ اقرا اللي قبل كلمه بارلل. موست بارلل يعني مش بالظبط تقريبا زيها. موست يعني تقريبا. ماشي تمام. قولوا لي هو حد شاف 39 ان هي دانجلينج ولا ما لاحظتوش ان ده دانجلينج؟ اللي ملاحظ ان ده دانجلينج هيغلط في الامتحان في الجمله دي. سؤال لكم لو سمحتم، هو لما اقول after removing the air from post containers and placing them in the dark فين السبجكت؟ مش موجود. موجود. طب مين اللي شالوا الهواء من الكونتينرز وحطوهم في الدارك؟ اللي هم الباحثين. ايه الرول اللي عندي هنا جميل؟ دانجلينج. يبقى سيادتك لو انت مش عرفتش الجمله دي دانجلينج انت في الامتحان ده هتخسر جمله. حد يشطب لي اختيارين هنا لو عنده accuracy. بي ودي. لا دي مش هتتشطب طبعا. دي مش on the other hand يا حبيبي. بي وسي. علشان الاثنين بيدوا كونتراست. However alternatively الاثنين دولت بيبقوا بيدوا كونتراست. لكن دي مش on the other word. دي بعبارة أخرى. In other words. بعبارة أخرى. طب قولوا لي إمتى هنجيب finally؟ لو عندك first or second وكده. بص كده عندك first or second في الأول؟ لا مفيش. بص كده جميل يقول لك إيه؟ إن الألج اللي هي الطحالب دي had not metabolized ما غيرتش the CO2. يعني إيه بقى؟ يعني الألج had not been able to photosynthesis. نفس الجملة هيها بدل metabolized قبل ما عملش photosynthesis. فالاثنين هنا بعبارة أخرى لو in other words مش common أو في الإيست على فكرة الرابط ده بتاع in other words. بس اللي يهمنا انك تشطب لي alternatively أو alternately وكلمة however. ماشي ده كشان مش وحش. ان الالج in the other sample which had been exposed to one of the light produced measurable not of radiative مركزات بقى بدأوا يطلعوا كميات مركزة من الإشعاعات اللي هي concentrations هي number حلوة 42 برغم انها كبيرة قوي. مش كده بس انها جت في الآخر وكان الوقت خلص وزهقتوا فرحتهم ضربتوها وخلاص. يعني الراجل عايز يديلك هنا ان الكربون اتومز ار مور سنترال تو ذا ديسكشن. يعني انا عايزك تكلمني على الكربون اتومز هم دول المحور بتاعي بحط تاني في نص. يعني انا مش هتكلم على الفريم اوف شوجر. لا مش هتكلم على الكونجكشن. لا طب هنا مستر ما في هنا كربون اتومز هيت. قال لك بس اقرا كويس. الكربون اتومز from CO2 and oxygen and the carbon atoms from the كده had been. يعني انت كده بتتكلم على الثلاثه دول كل ده مهم بالنسبه لك. لكن هنا in this example carbon atoms from كذا 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 وراح حاطط هنا دبل كوما او دبل داشز يعني مطلع ده مش مهم اللي هو سواء بقى اللي هيطلع من الاكسجين او من الهيدروجين او من ده يبقى هو مركز بس على الكربون اتومز. هي دي اللي بنستخدمها عشان to construct the frame of sugar اللي هو جلوكوز وده العامل بتاعها. يبقى ايه الفرق بين الجملتين؟ الراجل حط الحته اللي في النص بتاع along with sugar دي non essential يعني ما هيش مهمه. انت حطيتها هنا مهمه هو عايز يركز لك بس ان الكربون اتوم دي هي دي ال central of discussion هي دي المركز بتاع الديسكشن بتاعنا ما تحطليش حاجه معاها. مصر تعتبر برضو شورتر ولا لا؟ لا مش شورتر. ده راجل عايز يركز لك انك هتعرف تطلع الكربون اتومز بس هو اللي هو السنترال ديسكشن بتاع الهيدروجين اند اوكسجين اتومز بنستخدم. يعني مش شرط حكايه الاكسجين والهيدروجين والحاجه الثالثه اللي المونسلز دي تبقى معاها. قولوا لي هنا هشتب البيريد والسيمي كولون في 43؟ لا ليه؟
هنا البريود جاي بعدها ات، هنا السيمي كولون جاي بعدها زن، مش هيتشطبوا. هندي مين برايورتي الاول في الشغل بتاعنا؟ مستر والله اشطب A و B عشان زي بعض. طب A و B كوما اند وسيمي كولون نفس اللي بعدين. A فيها كوما اند و B فيها سيمي كولون. ما يمكن الراجل مغير اللي بعد كوما اند واللي بعد السيمي كولون. ماشي، ما هو حاططهم نفس الحاجه. ماشي ماشي، هنروح لها بس بعد ما نخلص الاولويات بتوعنا. حد يقول لي مين الاولويات بتاعت الاول؟ بيريود. اللي بشوف البيريود الاول يمكن تنفع، فمش هوجع دماغي. حد يقول لي البيريود هنبدا قرايه منين؟ during. صح كده؟ طيب قولوا لي during the CO2 starved exposure to light, comma, the algae had stored too light energy. يلا جميل، قولوا لي من اول during لحد كلمه energy، sentence ولا fragment؟ sentence. complex sentence. برافو عليك، complex sentence. هات لي اللي بعدها بعد period. it then all used. ايه رايكم؟ sentence. It used. ادي subject و verb. طيب شوف قدام sentence و sentence، هنحط في النص period and goodbye. طب ليه ما نختارش semicolon زي ما كان مارك بيقول؟ using. احمد والله جاب ايه هنا بعد semicolon، sentence ولا fragment؟ fragment. طب ما هي sentence صفر رقم سي اهي، it then later used بس كوما. عامله كوما كوما سباي. طب ما كوما اند بس على احمد مش مارك يعني اللي بيسأل يا عم يعني خلاص ما بس كوما اند لازم يجي بعدها complete sentence. يبقى لو سمحتوا لو سمحتوا الموضوع سلس وظريف جدا، فنمشي جراديولي كده هتلاقي الموضوع ماشي كويس. الراجل عايز ايه هنا؟ عايز يجيب ترانزيشن للبيجيننج اوف ذا نيكست باراجراف، يعني تروح للنيكست باراجراف تشوف البيجيننج بتاعتها بيتكلم عن ايه وهات الحاجه ريليفنت ليها. طيب يلا عم بيقول لك through the experiment، في التجربه دي كالفن اند بنسون وير ايبل تو كونكلود ذات، ايه اللي استنتجوه بقى؟ ان اللايت واز نوت دايركتلي ريسبونسبل فور بريكنج السي او 2 بوندز. هات لي يا معلم حاجه relevant للconclusion. الراجل استنتجها ان الضوء مش هو اللي مسؤول على ان هو يكسر في الجزيئات بتاعه السي او 2. فين يا مستر اللي اتكلم في الكلام ده؟ دي رقم دي. رقم دي دي. ان light did not have to shine on the plants while these chemical reactions took place. مش اللايت هو اللي بيعمل الكلام، مش هو اللي responsible على البريكنج بتاعه. مين عنده استفسار لأي جملة؟ مين عنده أي discussion لأي جملة؟ طيب قولي لو سمحتم، هو أنا دلوقتي أنا هعمل إيه؟ يعني أنا دلوقتي أنا النهاردة خلاص أنا مش حل تاني، أنا وقفت حل خلاص. فأنا لازم أقف بيني وبين نفسي واقفة كده بكرة عشان أعرف أنا همشي إزاي. لا ده انا بيني وبين نفسي اقعد بقى النهارده كده لحد ما نيجي بكره الساعه 2:30 الظهر، اسال نفسي وانا في ايه؟ طب انا المفروض ان انا كنت اعمل ايه هنا؟ طب وانا هجيب درجه زياده ازاي؟ ما انا خلاص انا بدات اثبت لكم درجاتكم. طب انا النهارده عايز اكسر الثلاثينات عشان اكسر ال 600. طب انا عايز اكسر ال 35 عشان ابتدي اخش في ال 700. هعمل ايه؟ طب وانا بيني وما بين الرقم اللي انا عايزه ده كام درجه؟ اربع درجات. أربع جمل، آسف مش أربع درجات، أربع جمل أو خمس جمل. طب ما الأربع جمل والخمس جمل دول أعرف أجيبهم، طب إزاي؟ إن أنا أركز كويس جدا عشان أعرف أجيب كل جملة. بس هو في الامتحان، هو في الامتحان سميت لي يعني بيبقى كام ديكشن فيه؟ الطبيعي يعني؟ مثلا الطبيعي بيبقوا 8. 8؟ طبيعي. علما ان ممكن يزود لو هيحب يجيب الفرق ما بين كلمتين. خلاص يعني لو حب يجيب الفرق بين كلمتين ممكن يزود. خلاص لكن هو الطبيعي بيجيب 8، كل باسج بيجيب 2. مستر هو درجات الرايتنج مش كلهم هارد على فكره يا احمد، مش كلهم صعبين. يعني في الديكشن بيجيب بس مش كلهم بيبقوا صعبين، في ديكشن بيبقى كويس. قول يا جانس. هي درجات الرايتنج بتكون زي الريدنج برضو ولا بتكون ثابته في الريدنج؟
نفس البتاع يعني عايز في الريدنج مثلا 7-8 في الواحد في الباسج. تمام. عشان الريدنج من 52 مش من 44، فانا محتاج في كل باسج منك يعني ما بين 7-8 درجات عشان تبتدي تكسري النقطه بتاعتك. كل ده بقى خلاص اركنيه على جنب. هو انا دلوقتي عندي تاسك هعمله، انا داخل الامتحان وعايز اركز كويس جدا عشان اطلع افضل اداء، ما غلطش في جمله بارلز، ما غلطش في جمله بتاعت، ما غلطش في ايفيدنس، ما غلطش في سؤال سهل، عشان دول اللي بيلموا لي درجات. وعايز افهمكم حاجه، جمله واحده ممكن تفرق معاك 40 درجه، جمله واحده. انا بتكلم بجد مش بهرج، يعني ممكن جمله واحده بتاعت misplaced modifier تطلعك من 600 ل 640. شوف بص 40 درجه، ممكن 650 كمان جمله. فانت في الامتحان بتلعبي على سنتنس او تو سنتنسز. يعني معظم الناس اللي هي جايبه 26 كل يوم بيجيبوا 26 مش عارفين يجيبوا 30. فتخيل لو انت جبت الاربع جمل دول، حلو قوي، الاربع جمل دول هيزودوا لك تزويده كويسه جدا، فمحدش يستهتر بالجمله، محدش يستهتر بيه. طيب احنا انا هبعت لكم الاول الفايل اللي هو بتاع الانسرز بتاعت الريدنج ده عشان تبصوا عليه، وبكره هناقش معاكم علشان عايزكم تناموا بدري النهارده. بكره احنا ميعادنا الساعه 2:30 ان شاء الله. هيبقى حصه جميله قوي، ما فيهاش انتوا مش هتحلوا حاجه، انتوا هتحلوا على الكمبيوتر معايا بس. يعني هجيب لكم، هعمل ايه برضه عشان تبقوا فاهمين، هجيب لكم الجمل اللي فيها التريكات والجمل الصعبه اللي عدت علينا، وقول له خلي بالك ان الجمل دي هتجيلك في الامتحان، وفعلا بتخش في الامتحان. فخلاص بقى، يبقى انت كده ايه، وصل لك كل حاجه، وما عليك ان انت تركز. السيشن بتاعت بكره احنا هنبداها 2:30، غالبا هتخلص 5:30، هي بتقعد 3 ساعات وممكن تخلص 6. فعشان بس الناس تبقى عارفه مواعيدها عامله ازاي لو حبت ان هم يسافروا او كده. والحصه بتاعت بكره هسجلها عشان انزلها لكم على طول بعديها بساعه، علشان لو حبيتوا ان انتوا حد يسافر او كده ان هو يتفرج عليه. حد عنده اي استفسارات؟ لا شكرا. لو سمحتوا ممكن تخشوا تناموا، ما حدش يسهر، خلاص خشوا ناموا لو سمحتم. ويا ريت بكره الصبح تصحوا الساعه 10 على نفس ميعاد الامتحان، خلاص اصحوا 9 بكره عشان ان شاء الله بكره تناموا بدري وتصحوا، اصحوا 9 رخامه في نفسكم، حدش ينام الظهر، عشان لما تيجي على بالليل على الساعة 12 تدخل تنام من التعب، وبعد كده تصحى الساعة 9 الصبح وتروح الامتحان إن شاء الله. بإذن الله بكرة حصة لذيذة أوي، هتبقى مبسوطين منها، وهتاخدوا شوية ملحوظات حلوة أوي، وإن شاء الله بإذن الله هيجي منها كتير في الامتحان إن شاء الله. يلا هشوفكم بكرة إن شاء الله، وأتمنى إن احنا نبقى نفسياتنا مرتفعة اليومين دول، وكل شوكولاتة كتير عشان الشوكولاتة بتدي معنويات مرتفعة كده. يلا جميل، عايزين حاجة؟